اعمل مع الاستاذ اسامه هيكل على صادقنا وانا عارف المشاكل اللي عنده في المدينه وكذا، بس في النهايه هذه مدينه الانتاج الاعلامي. أنا مش يعني هي مش معموله عشان تاجر استوديوهات، مش معموله عشان تاجر جناين، مدينه الانتاج الاعلامي، ميديا برودكشن. طبعا لما تبقى معموله لهذا زيرو برودكشن، قطاع الانتاج في التوزيع التلفزيوني يبقى زيرو انتاج، يبقى في مصيبه مزدهر وعظيم. مفيش خط انتاج للدراما التلفزيونيه تابع للدوله. السؤال يا استاذه خيريه، طالما الدراما بتكسب كده بالملايين، الدوله ما بتنتجهاش ليه؟ يعني قطاع الانتاج ما بينتجش ليه طالما المسلسلات بالزوفه وبتكسب ملايين الملايين، وانتاج اول وعرض اول وعرض ثاني، والقنوات دلوقتي بتاعت المسلسلات اللي هي متخصصه في المسلسلات كتير، يعني احنا عندنا حياه مسلسلات، مش عارف مين عنده ايه مسلسلات، مش عارف مسلسلات، يعني ضامن انه هياخد عرض اول وعرض ثاني وعرض ثالث ويقعد يحلب منه فلوس للدجا. ليه الدوله ما بتنتجش؟ مش عارف. عايزه اعاده هيكله وان يصبح هناك كوادر حقيقيه اداريه عظيمه مثل الكوادر السابقه. يكون يعني انا فاكر اخر واحد انتج في قطاع الانتاج ده كان الله يرحمه ممدوح الليثي. اسمع لسه انا هقولها بس. بعد كده قطاع الانتاج فضل يمشي عامل كده اهو. لابد انك تجيب ممدوح الليثي اخر. ما فيش. فنان، انت عايز فنان. فنان واداري ناجح. عايزه اراده سياسيه. عايزه اراده سياسيه، عايزه ايمان من قبل الدوله. انا بتكلم هنا يا استاذه خيريه في فلوس. المسلسل التلفزيوني يلعب دور السلاح. يا استاذه خيريه، ده انا هنا بتكلم في فلوس، يعني مش بتكلم فكره ان الدوله تتدخل عشان تعمل حاجات ليها قيم وحتى لو خسرت، لا، ده انا بقول اعمل مسلسل درامي زي ال 29 مسلسل اللي اتعرضوا دول، اللي هو اقل واحد تم مشاهدته في كسب. فاضمن انت مش هتخسر، مفيش هيبقى فيه اهدار ملعاب، مش هيبقى فيه فلوس بتروح، ده انت هتكسب وهتعمل فلوس وهتعمل قيمه وعندك الانفراستراكشر. فتلات قطاعات قد الدنيا، قطاع الانتاج وصوت القاهره ومدينه الانتاج، كلهم بينسحبوا في شيء في منتهى الغرابه، كانه لغز، كان الدوله بتقول مش عايز اكسب فلوس وكمان مش عايز اعمل رساله ولا قيمه. ده خطير طبعا، ده امر خطير. انا عشان كده بقول لحضرتك ان مفيش اراده سياسيه. ده انا بقول اهو دلوقتي اهو على الهواء في الاعلام، ويا ريت لجنه الثقافه والاعلام في مجلس النواب تستدعي مدينه الانتاج الاعلامي واتحاد الاذاعه والتلفزيون ومين، ويسالوهم انتوا ليه ما بتنتجوش؟ انتجوا واكسبوا، انتجوا واكسبوا، الموضوع سهل ما فيهوش اي اشكاليه، مش عارف يعني لغز. دي فوازير رمضان. ويبدو ان ما فيش اراده. لا، ما فيش اراده سياسيه. ما فيش اراده، ما فيش اراده. بالاراده السياسيه بنقدر نعمل حاجات كتير قوي. حتى ان وزاره الثقافه دي وزاره مالهاش اهميه. ما هو برضه يا استاذ عاطف، انا اسف يعني، ما بحبش انا فكره كل حاجه في الدنيا الرئيس لازم يقولها، لازم الرئيس يكلم مدينه الانتاج يقول لهم انتجوا، ويكلم الاتحاد الاعلامي يقول لهم انتجوا، ويكلم وزير التربيه والتعليم يقول له اعمل صلح المناهج، ويكلم مش عارف ايه يعمل. ما هو برضه احنا مش لازم نمشي زي الروبوت ما هو انا ما بنقول اراده سياسيه، ما اعني فقط رئيس الدوله، انما اعني ايضا رؤساء هذه القطاعات اللي انت اشرت اليها، ان لازم يكون في اراده حقيقيه. انا عايز اقول ان في الوزراء بعضهم على الاقل اللي انا بشوف بعض انشطتهم بلاقيهم ليست لديهم اي اراده في تنشيط المجال اللي هم مسؤولين عنه. ممكن يكون بدون نيه مسبقه، ولكن حقيقه احنا عندنا موظفين، ما عندناش طيب خلي كلامنا بقى خفيف، ما عندناش عيله. احنا نورت يا استاذه خيريه، نورت يا استاذه خيريه.